السوداني خدع نفسه بأنه القوم سوف يصطفوا خلفه. هذه شوف تشكيل الحكومة هو مو تنجيد كراسي، تنجيد الكراسي على قولة إخوتنا المصريين، يعني قصدي مو تجيب نداف أو دوشنشي يغير لك السرج مال الكرسي. اللي يحصل بالعراق هو الحقيقة عملية تغيير السرج، والعراق ليس بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى هذا الكرسي كله يزاح ويؤتى بكرسي حقيقة مع شخصيات وطنية عندها رؤية لبناء الدولة. اللي حصل في هذا النظام السياسي المتهاوي، واللي راح نربطه شيء بشيء في هذه الحلقة بعوامل دولية وإقليمية، كيف بدأ يتهاوى وطريقة إلى السقوط. بالنسبة لمحمد الشياع السوداني، أكو محاولة لإخراجه لأنه القوم اختلفوا الآن. القوم نفس القصة، كل ما يجيبوا رئيس وزراء ورا شوية يختلفون، وشوف خلافاتهم ترى مو على قضايا مبدئية وعلى قضايا تخص مصالح الشعب أو على أمور يعني ثوابت في العمل السياسي، خلافهم على مناصب أو على نفوذ. يعني خليني أبدأ من قضية الخلاف يا أبو علي. القوم قد اختلفوا مع السوداني، هل لأنه السوداني تحول إلى غصة لا ينفذ لهم، أم اختلفوا لأنهم يجب أن يختلفوا؟ لا، هو بالأساس ما في اتفاق، حتى أكون دقيق وياك، تدري أنا دقيق وياك وأنت دقيق. نعم. أنت مرة تقول أنا وياك نتفق بعدين نختلف، هاي منطقية في حالة الحراك يعني العام البشري والمجتمع. نعم، بس إحنا بالأساس ما متفقين، لكن نخدع الناس ونخدع الشخص اللي يريد نجيبه رئيس وزراء نقول له إحنا متفقين. اتفقوا على أن لا يتفقوا. نعم بكل تأكيد، لأنه أنا أقول لك لأنه أنا ليش سميتها حكومة الدوشمشية؟ تدري أنت سمع عندك كرسي تعبان وين تودي قبل يعني أهلنا شو يسوون؟ ما يبيعون يشترون، هذا صارت كراسي صينية وماليزية بخمس فلوس. قبل يعتزون بالحاجة، فالكرسي يبقى. أنا ورثت من أهلي كرسي يمكن عمره 80 سنة، كانوا شو يسوون كل خمس ست سنين يودوا للدوشمشي، مو صحيح؟ يشيلون السرج. هذا اللي يحصل في الحكومات العراقية، حكومة الدوشمشي الكرسي يشيلوه يبدلون السرج يجيبون سرج ويقعدون واحد عليه. السوداني خدع نفسه بأنه القوم سوف يصطفوا خلفه، هو هيك خدع نفسه. تعرف شو هو خدع نفسه؟ مو هم خدعوه. وراح تقول لي شلون؟ راح أقول لك بكل تأكيد أنا أقول لك شلون. لأن أولا هو ابن العملية السياسية، هو ابن الأحزاب الإسلامية، هو ابن الإطار، صح لو مو صح، وهو ابن دولة القانون، فهو ابن اللعبة، هو مو جاي طارئ من برا. ممكن أنا أقول لك بالرغم من مواقفنا المتشددة من حكومة الكاظمي، ممكن تلتمس الكاظمي عذر باعتباره هو ما كان ابن اللعبة بالداخل اللعبة السياسية للأحزاب، وجابوه وحطوه واتفقوا عليه. أما السوداني لا، يعرف القوم ويعرف تصرفاتهم ويعرف أخلاقهم ويعرف ارتباطاتهم، ليست فقط مع إيران، ويعرف ارتباطاتهم مع دول أخرى، كلها يعرفها أمام منظاره. وكان هو يندد بهذه التصرفات من كان نائب ومن كان إلى آخره مرشح وغيره. فأقول هو يعرف، فلا نجي نحاول نبرر له حتى يمرر هاي السنة، إذا بقت هاي السنة ما أدري، الأنباء تقول غير شيء، زين حتى نمرر له وبعدين ها نقعد خطية وما خلوه يشتغل، هذا ما مقبول، هذا مرفوض. ولذلك أنا قلت لك إياها، السوداني رقم في معادلة الحقيقة رقم صغير في معادلة السرقات واللصوصية الكبرى في العراق.